السلام عليكم متابعينا، اهلا وسهلا بكم في قناة جيمز ماستر. عدنا لكم في حلقة جديدة من لعبة مونستر هانتر ستوريز 2. استكمل الحلقات السابقة اصدقاء محل ما توقفنا. هذا الفتى يريد مهمة جديدة. حسنا، ليس هذا اللي جنبه، رجل عجوز عطوف. حسنا، المشهد الاول لتذكر ريد. حسنا، نقبل المهمة لكن سأقوم بتنفيذها لاحقا. الآن لدينا مهمة جديدة وهي وحش غريب باللون الأسود، قتل ناركوغا. حسنا، قبل ذلك أصدقائي سأقوم بتفقيس البيض. نختار البيض، نختار البيضة الأولى، نقوم بتفقيسها. نرى من هو الوحش، أيان كاتكو. حسنا، نختار تفقيس البيضة الثانية ونرى من هو الوحش الذي سيخرج منها أصدقائي. فيلسدروم آخر. حسنا، نقوم بتفقيس البيضة الثالثة نرى من هو الوحش الذي سيخرج منها. أيان كتكوب مرة أخرى. حسنا، نختار البيضة الرابعة أصدقائي ونقوم بتفقيسها نرى من الوحش الذي سيخرج منها. كولو ياكو. حسنا، نقوم بتفقيس البيضة الخامسة نرى من الوحش الذي سيخرج من هذه البيضة. يخرج منها أيضا كولو ياكو. نقوم بتفقيس البيضة السادسة ونرى من الوحش الذي سيخرج من هذه البيضة. أوه، بالو مو. حسنا، هذا واحد جديد. نقوم بتفقيس البيضة السابعة الآن، آخر بيضة لدينا. نرى من الوحش الذي سيخرج منها. بلو إيان كاتكو. حسنا، اختار اوكي. اختار تعديل فريق الوحوش. نبقي بوكي بوكي حاليا معنا، ولكن سأقوم بتبديل بعض الوحوش. حسنا، بلدروم لا اريده. نختار وحش اخر، نختار مثلا بالامو وإيان كاتكو. نختار إيان كاتكو الجديد الذي ظهر لنا. حسنا، يذهب بتنوس، لا اللي هو بلو يان كاتكو. حسنا، كولو ياكو نرى اذا كان نستطيع تبديله مع وحش اخر. حسنا، ليس مهما، لا يوجد وحوش اخرى قوية. سنستخدم ايضا طقس نقل الجينات. حسنا، قبل ذلك لحظة، يوجد ايان كتكو كثيرا. حسنا، نقوم بنقل هذا الوحش لوحش اخر، نحصل على بعض جيناته. تحديث الجين لدى هذا الوحش. حسنا، في ايان كاتكو معي كان ليفلو اعلى، او نختار ايان كاتكو الازرق. لحظة، وينه؟ ها هي، بينفعش. اوكي، حسنا، ننقل الان مع وحش ايان كاتكو اخر. نحدث، نقوم بالنقل، تحديث الجين لدى ايان كاتكو هذا. حسنا، لاحقا. أيان كاتكو أيضا كان ناري ولكنه أضعف من بلو. هذا 19-20، الأزرق منه 21-19. أوكي، أقوى قليلا، ليس كثيرا. من طقس نقل الجينات نعرف من مستوى الندرة. الفرستروم كله مستوى 2 نجمتين. بوكي بوكي أيضا 2. بالامو أكثر ندرة منهم 3، والبلو أيان كاتكو أيضا 3. هذول أكثر قوة يعني. عشان أصدقائي نخرج من القرية الآن. ننزل إلى الأسفل.
حسنا، أي طريق؟ يوجد طريق من هنا، ننزل إلى الأسفل، نخرج إلى خارج القرية، ولكن قبل ذلك نستخدم التضرع هنا، نشرب التضرع. نخرج إلى الخارج، خارج قرية روتو. مهمتنا الجديدة هي قتال أصدقائي اللي هو ناركوغا، القضاء على ناركوغا. الهدف هناك أصدقائي. حسنا، نستمر بالتقدم حيث توجد العلامة البرتقالية التي يوجد بها دائرة بيضاء ضخمة. حسنا أصدقائي، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تظهر لكم جميع الحلقات الجديدة أول بأول، ولا تنسوا اللايكات والكومنتات والقلوب الصفراء والدعم المستمر للقناة حتى نستمر في نشر الحلقات الجديدة أول بأول. حسنا، نحصل على بعض العسل أيضا في طريقنا. نستمر بالتقدم أصدقائي حتى نصل إلى مكان ناركوغا. فلنرى هل نستطيع فعلا هزيمة ناركوغا أم لا. هو ناركوغا كوجا، ناركوغا كوجا. حسنا، حصلنا على توت الطلاء أيضا في طريقنا. حسنا، استمر بالتقدم أصدقائي. نتجنب الدوار التي في طريقنا، استمر في التقدم. اقتربنا جدا من مكان الهدف أصدقائي الذي يوجد به ناركوجا أو ناركوجا. ها اقتربنا، وصلنا إلى غابة إيثول الغربية. حسنا، أعتقد يوجد هنا منزل متنقل مفترض يكون. حسنا، على ما يبدو لا يوجد. حسنا، نتقدم. يوجد بعض الضوارئ أصدقائنا نتجنبها، منهم جاك الصغير. نستمر بالتقدم، نستكشف هذه المنطقة الضخمة، نبحث عن ناركوجا أو ناركوجا. حصلنا على فطر النيترو. نستمر في التقدم واستكشاف هذه المنطقة الغريبة حتى نصل إلى مكان ناركوجا. سنتجنب الضوارب باستخدام زئير بوكي بوكي. نستمر بالتقدم أصدقائي، نستمر بالتقدم، ننزل إلى الأسفل قليلا، نستمر بالبحث عن ناركوجا وهو الهدف الأساسي في هذه المرحلة. هو ناركوجا أمامنا مباشرة، أو ناركوجا. حسنا، فلنكن حذرين أصدقائي. ها هو الوكر، لقد وصلنا للوكر فعلا، الوكر الذي يوجد به ناركوجا. ها هو أصدقائي. حسنا، لقد أظهر ناركوجا نفسه يستعد لخوض معركة شرسة. حسنا، فلنكن حريصين الآن كيف سنستطيع الانتصار على هذا الوحش ناركوجا. اشتهر ناركوجا بسرعته، لكنني أعلم أنك ستتمكن من التعامل مع هذا يا صديقي. سيكون ناركوجا صعب المراس حتى بالنسبة لشارلوك وأنا. إذا كان راكب الوحوش الشاب هذا يتمتع بالفان بما يلزم لمواجهة هذا أحد هذه الوحوش، فربما حسب من يستخدم هجوم سرعة. أعتقد نستخدم هجوم تقني إذا، بالتأكيد سيهجم هجوم سرعة. هجم هجوم سرعة. أنا بوكي بوكي هجوم مزدوج، هجوم تقني 230 نقطة، 148 نقطة لصالح تشارلوك وحش الجليد. حسنا، أهجم مرة أخرى هجوم تقني أصدقائي. هجوم بسرعة يتعادل وحش الجليد مع ناركوجا. 35 نقطة لصالح لاعب طلقة السم الزعاف من بوكي بوكي، 121 نقطة. طلقة القوة من ألويد 66 نقطة. نستخدم هجوم تقني مرة أخرى أصدقائي، نستخدم هجوم سرعة. انفجار البارد من تشارلوك 171 نقطة، كسر أحد عناصره. حسنا، أنا يبدو غاضب ناركوجا. 35 نقطة لصالح لاعبي، 96 لبوكي بوكي. نستخدم هجوم التقني مرة أخرى، 58 نقطة لبو بلوين، 36 لاعبي، شورلوك 143 نقطة. هزيمة بوكي بوكي، ناب القاتل. أوه، 69 نقطة حاسمة على بوكي بوكي.
هالوين يهجم مرة أخرى 58 نقطة. إن العدو غاضب جدا، كونوا الآن مستعدين. حسنا أجرب هجوم مرة أخرى، هجوم تقني ولا سيغير هجمته. 39 نقطة، النص للحاد. المسقاب الجليد الحاقد من تشارلوك 205 نقطة، غير فعال. دوران الزيل 110 نقطة من بوكي بوكي. نستخدم عناصر أصدقائي، نستخدم جرعة عادية، نعطيها بوكي بوكي حتى يستعيد كامل طاقته. بوكي بوكي يتعادل 51 نقطة. ضربة الذيل من ناركوغا على لاعبنا يتضرر بشكل كبير، 65 نقطة لصالح هالوين. وأيضا مرة أخرى 66 نقطة لصالح هالوين. حسنا اختار مهارة الركوب أصدقائي. حسنا نستخدم هجوم سرعة ويستخدم هجوم تقني. شارلوك يهجم 200 نقطة، نخسر هذه الهجمة. أوه لا انتهت. إذا نستخدم هجوم قوة أصدقائي، لأنه يستخدم هجوم تقني. قوة فرطة الاختراق، طلقة الاختراق عفوا، 119 نقطة. هجوم القوة ينتصر على التقني أصدقائي لصالح لاعب 51 نقطة. بوكي بوكي يتعادل. أوه لا، بوكي بوكي يخسر أحد قلوبه. انفجار متجمد، 190 نقطة لصالح تشارلوك. طلقة القوة من هالوين 66 نقطة. حسنا نهجم هجوم قوة مرة أخرى أصدقائي. أوه لا، يستخدم السرعة، قام بالتغيير. أوه لا، 120 نقطة حاسمة، نخسر قلبنا الثاني. انفجار بارد من تشارلوك. حسنا بما أنه يستخدم هجوم سرعة، نستخدم هجوم تقني أصدقائي. سرعة القوة بين بوكي بوكي والوحش ناركوغا، 130 نقطة لصالح لعبنا، ونجمع طاقة كافية. استخدم مهارة الركوب. حسنا نهجم هجوم تقني لأنه يهجم. لا، هجوم تقني ينتصر على السرعة. 118 نقطة، طلقة القوة هالوين 60 نقطة. حسنا نراه مهارة الاقتران الخاص بنا لناركوغا على المستوى الثالث أصدقائي. مفاجأة السم من بوكي بوكي. بوكي بوكي يهد زيلو، يقذف السم على شكل سحابة في السماء. المهم تمطر سما الآن، يحمل لعبنا بلسان. 397 نقطة لصالحنا ضد بوكي بوكي، يتسمم بوكي بوكي. حسنا نهجم هجوم تقني مرة أخرى، يستخدم هجوم سرعة. هجوم مزدوج بيني وبين بوكي بوكي 169 نقطة. قوة طلقة الاختراق من هالوين مرة أخرى 110 نقطة. الانفجار المتجمد 184 58 لصالح هالوين. يبدو ناركوغا غاضب، فلنكن مستعدين، سيقوم بتغيير هجماته أعتقد. إذا كان يستخدم سرعة سيستخدم قوة، إذا تقني أعتقد. حسنا نهجم هجوم قوة، 37 نقطة لصالح لاعبي. استخدم هجمة النصل الحاد، 92 لبوكي بوكي، 132 شارلوك. تأثر بالسم. حسنا نهجم مهارة اقتران مرة أخرى أصدقائي على ناركوغا. مفاجأة السم، بوكي بوكي يهز زيله أصدقائي، يشكل سحابة سم وتمطر الآن سمان أصدقائي. 318 نقطة. حسنا يبدو غاضب جدا ناركوغا. انفجار متجمد من شارلوك 191 نقطة. طلقة القوة مرة أخرى من هالوين 50 نقطة. 66 يتأثر بسبب السم. حسنا نهجم هجوم قوة لأنه يستخدم هجوم تقني مملكة كتل الثلج. يستخدم هالوين. أخيرا هو تشارلوك يهجم هجوم سريع جدا، يلف حوالين الوحش، ينطلق إلى السماء، يطلق أسهم ثلجية ضخمة جدا ينقض على الوحش بسرعة السهم أصدقائي، ولذا انفجار هائل جدا. 430 نقطة، يتأثر ناركوغا. حسنا نحن رائعون دون أدنى شك، أخيرا نجحنا بهزيمة ناركوغا أصدقائي. أنت بالفعل قوي كفاية للتفوق على ناركوغا، لم أرى أي شخص يتطور بهذه السرعة منذ ريد. نحصل على 297 نقطة خبرة أصدقائي. بالامو أيضا والبلوك أيان كاتكو يتطوروا للمستوى الخامس السادس والسابع أيضا والثامن أيضا.
والتاسع والعاشر والحادي عشر، ويصل المستوى الثاني عشر أصدقائي. حسن فتح بعض الجينات لدى بلو يان كاتكو الكرة المشتعلة في المستوى الثامن، والمستوى 12 فتح جينات جديدة الحد الأقصى للهجوم والانفجار الهوائي، وفتحت جينات جديدة لدى بالمو. أيضا نحصل على مكافأة إجمالي نقاط المكافأة 700 نقطة، وتصنيف أس 297 نقطة نقاط خبرة. نجحنا بهزيمة نيركوغا ولكن ليس بسهولة. أنت قوي بالتأكيد يا صديقي، لابد أن كاينة فخورة جدا، تدهشني من مدى سرعة تطور البشر. أنا أعرف، صحيح يمكن أن يتغلب عليك صديقي في القتال يا لوي، عليهم أن يصبح أقوياء مثل ريد أولا. هل لهذا أنك وريد خط ما قلتها في الماضي؟ هذا لمجرد التدريب، أردت أن أرى إلى ماذا وصلت مهاراته. لم أفكر قط أنه قد يهزمني. هل تقول أنك خسرت؟ طبعا لا، لا أريد التكلم عن هذا الأمر. حسنا، لماذا لا تخوضان قتالان الآن؟ أنت ترغب في أن تكون قويا كجدك، أليس كذلك؟ ماذا، من أين يأتي هذا؟ لما لا تدعني أحكم؟ ما هذا، من أنت؟ القط في اللين المتواضع يعبر طريقك. أتراهن على شواربك أنني لن أضيع فرصة مشاهدة منافسة جيدة. تتحدث عن المحظوظ؟ حسنا يا صديقي، حان الوقت ليرى ألوين أن جدك ليس لك الوحوش الوحيد في العائلة. إذا تمكنت من الفوز فسوف يعجب هذا زيلارد والرجل الكبير. أنا أظن أن هذا العراق معركة بوحوش آخر سيكون بمثابة تجربة جيدة بالنسبة إليك أيضا. حسنا، استعدا لأننا على وشك. سنذهب. هل سنتقاتل مع لوين؟ من المستحيل الانتصار عليه، لا تراجع، المفهوم؟ هذا أول معركة لك كراكب وحوش، أليس كذلك يا صديقي؟ ستود مراقبة خصومك. يقل عدد القلوب في كل مرة يهزم فيها متسابق أو وحش ويخسر معركة، أول شخص يفقد قلوبه كلها. لا يمكنك استهداف الراكبين مباشرة بل الوحوش فقط، لذا ضع استراتيجيتك بعناية. حسنا، نهجم هجوم قوة إذا أول شيء، بهجم هجوم بسرعة إذا بدنا هجوم تقني. حسنا، نختار عناصر أصدقائي. جرعة عملاقة نعطيها لمن؟ جرعة دي أعطيها بوكي بوكي. سخام الحياة يستخدم، أوكي. بوكي بوكي يهجم أيضا. يمكن يستخدم عناصر خصمك، عناصر مثل هذه تستخدمها تماما، بذلك استخدام العناصر طال الأمر للوحوش. حسنا، بهجم هجوم بسرعة أصدقائي، هم نهجم هجوم تقني. 11 نقطة لصالح لاعبي. خسارة بوكي بوكي، دايما فضحنا بوكي بوكي، انفجار البارد. ولا بوكي بوكي يفقد أحد القلوب. حسنا، نستخدم أيضا هجوم تقني أصدقائي مرة أخرى. ينتصر بوكي بوكي 48 نقطة، ولاعبنا ينتصر أيضا على وحش الجلي 16 نقطة 32. حسنا، نختار ركوب أصدقائي، نختار مهارة الاقتران ونهجم عليهم. مفاجأة السم. حسنا، بوكي بوكي يهز ذيله ويتجه إلى نحو السماء، يشكل سحابة سم ضخمة مما يجعلها تمطر سما ويحمي لاعبنا صديقنا من السم عن طريق اللسان. حسنا، رغم استخدامنا لتقنية مهارة الاقتران ولكنهم ما زالوا صامدين. حسنا، لا نستطيع التبديل للأسف. حسنا، اختار مهارتي. ما هذا، استخدم مملكة كتل الثلج، استخدم مهارة اقتران. بالتأكيد سنخسر قلبنا الثاني أمام لوين. ها لوين يحلق إلى السماء وينطلق بسرعة السهم نحونا، ولد انفجار كبير 122 نقطة 11 نقطة صالح لاعبي. حسنا، اختار عناصر أصدقاء جرعة نعطيها لبوكي بوكي. انتصر بوكي بوكي أصدقائي. حسنا، نستخدم عناصر مرة أخرى، نستخدم جرعة مرة أخرى أيضا لبوكي بوكي.
حسن بوكي بوكي ينتصر دوران الذيل عليهم. أخيرا يفقد قلبه الأول. نختار مهارة الاقتران أصدقائي، ومهارة الاقتران مرة أخرى، ومفاجأة السم مرة أخرى على ألوين. ها هو بوكي بوكي يظهر سمه في السماء على شكل سحابة من السم، تمطر سما الآن. يحمل عبنا باستخدام ذيله. أخيرا يخسر أيضا قلبه الثاني ألوين. قد تتمتع بالقدرة على أن تصبح قويا مثل ريد. صراع القوة بين بوكي بوكي وتشارلوك ننقر حرفيا باستمرار. عذرا حسنا، حسنا نستخدم هجوم تقني أصدقائي. نستخدم هجوم سرعة. 27 نقطة حاسمة لصالح لاعبي. ينتصر بوكي بوكي 57 نقطة. يتعرض للسم. أردت أن تكون هذه مجرد مناورة تدريبية، ولكن انتهى الأمر بمعركة حقيقية. هل أنت منبهر؟ نحن نصبح أقوياء، أليس كذلك؟ لقد انتصرنا ولم نكتسب أي نقطة خبرة. تصنيف سي 225 نقطة. مكافآت حسنا. رغم انتصارنا بصعوبة على ألوين، ولكن تبدأ بمعركة جيدة. يمكنك الآن المشاركة في المعارك اللعب المتعددة. إذا تعد هذه طريقة جيدة لاكتساب الخبرات، يمكن الوصول إلى هذه المعارك من لوحة المهام. واختبر مهاراتك ضد راكبي الوحوش من جميع أنحاء العالم. على ما يبدو فتحونا الأونلاين أصدقائي. الآن يمكنك توحيد القوة مع شريك في معارك ثنائية. يكمن النصر مع قوة رابطتك. حسن رائع، يبدو الأمر ممتعا، يجب أن تجربه لاحقا يا صديقي. لكن أولا حان الوقت للحصول على البيضة والعودة. أضيف اللعب المتعدد إلى لوحة المهام. حسن نحصل على بيضة أول. ثقيلة نوعا ما. حسنا نخرج الآن أصدقائي، نعود إلى القرية. نخرج من الوكر أول شيء. بما أنه حصلنا على بيضة جديدة، أعتقد أنها بيضة ناركوغا. حسنا نخرج من وحش غريب من هذا الوكر، من غابة تول الغريبة. ونعود الآن أصدقائي إلى قرية روتو. حسنا العودة لقرية روتو. ها قد عدنا أصدقائي بعد أن قمنا بهزيمة ناركوغا. يبدو أهل القرية يقوم باستقبالنا الآن. لن أنسى ما فعلته أبدا. لا شكر على واجب، لكن أنا فيلالاين القطة كادت أن تسقط. يحميها صديقنا من السقوط. شكرا لك. تعالي يا ألوين، لا تتصرف هكذا. مثل ماذا؟ أنت محرج فقط، أليس كذلك؟ لتكن رجل محترما بحق مثلي في مثل هذه الأوقات، عليك أن تتقبل شكر الناس بالطيب خاطر. لقد سقطت القطة الفيلالاين على ألوين. الآن هو يعطس، لدي حساسية من القطط. ألوين يعطس لأنه لديه حساسية من القطط. أنت مريض. ابتعد. أعلم ما يحدث هنا. أنت مصاب بحساسية من قطط الفيلالاين. إنها بضعة عطسات فقط. أجل، نسمي هذه حساسية. يبدو أننا عثرنا على ميزة فريدة لطيفة فيك يا ألوين. يسأل الجد عنك. دعنا نذهب نتحدث معه من هنا. حسنا نذهب إلى الجد. تحدث إلى الكبير ماولو. حسنا أصدقائي، قبل التحدث إلى الكبير ماولو سأقوم بإنهاء الحلقة إلى هنا. أتمنى تكون عجبتكم. نراكم في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.